إن شاء الله رح نحكي عن موضوعنا الجديد اللي هو البيبتيك ألسر ديزيز. أول إشي رح ناخد الانترودكشن، بعدين رح نشوف الكيس بناء على الشرح اللي هلأ رح نشرحه. إذا بدنا نعرف البيبتيك ألسر ديزيز، هو ديزيز عبارة عن inflammation, ulceration of the GIT mucosa. ممكن إنه يكون موجود بأي structure of the GIT system من الإزوفيجوس لللارج انتستين، بس أغلب الـ يعني major أو most common sites for peptic ulcer disease اللي هم two sites، الستمك أو الدودينم. تمام؟ هلأ according to causes of peptic ulcer disease عندي three major causes. إحنا رح نغطي أول تنين اللي هم الهيليكوباكتر بايلوري انفكشن ونونستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج induced peptic ulcer disease. في عنا كوز الثالث اللي هو الستريس ريليتد ميكوزال دامج، هو اكيوت ان كاركترستكس، بيطلع عندي الميجر او الموست كومن سيمتوم عند مريضي اللي هو البليدنج. تمام؟ فنتيجه تعرض المريض لستريسفول كونديشن، ممكن سيرجري، ممكن كونتينوس سايكولوجيكال ستريس، فبالتالي رح بيصير في عنده البيبتيك ألسر ديزيز بالكوز اللي هو يعتبر ستريس ريليتد ميكوزال دامج. زي ما شايفين الاسم مميز دمج، ما عرفوا لي انه ألسر ديزيز، فممكن انه يصير في عنده ريبير للميوكوزا بشكل كتير سهل، كونه الانست اوف ذا ديزيز بهاي الحاله اكيوت. فالديزيز يعني مش متأصل او مش مرتكز بشكل كتير منيح 100% مقارنه بالهيليكوباكتر بايلوري والانسيت. هلأ comparison جدا سريعة ما بين the three major causes of peptic ulcer disease. إذا منلاحظ منشوف إنه the Helicobacter pylori and the unsaid induced peptic ulcer disease they are chronic in onset، يعني بيكون المريض من زمان عم بياخد unsaid وعنده الالسريشن بس مش ظاهرة عليه الأعراض، ونسبة كتير قليلة من الناس بتظهر عليهم الأعراض بالpeptic ulcer ديزيز مقارنة بالناس اللي عن جد عندهم هذا الديزيز. برضو بنفس الطريقة الهيليكوباكتر بايلوري هو كرونيك ديزيز، ممكن مريض يكون عنده الانفكشن واصلا ما تصير عنده الاعراض وما يتشخص، والستريس ريليتد ميوكوزال دامج هو اكيوت ان اونست. اذا بدنا نحكي عن الميجر سايت اوف دامج، رح بنشوف ان الهيليكوباكتر بايلوري induced peptic ulcer disease على الأغلب بيكون site of infection in the duodenum أكثر من الستمك، والأنسيد الستمك أكثر من الدودينم، والستريس related mucosal damage برضو الستمك أكثر من الدودينم، بس عادي ممكن لاقي helicobacter pylori عامل infection بالستمك والأنسيد عامل عندي الألسريشن بالدودينم، بس هون عم نحكي عن percentage مين أكثر. هلا regarding the dependency on the pH، الهيليكوباكتر بايلوري induced peptic ulcer disease تعتبر more dependent على ال pH، يعني هي لازم تعمل حوالين نفسها environment، هاي الانفايرمنت تخليها تقدر تعيش to survive عن طريق البرودكتس اللي بتنتجها، فتعتبر more dependent، على عكس الانسيدز اللي هي عبارة عن يعني الميكانيزم of pathophysiology بالانسيد induced peptic ulcer disease هي inhibition of prostaglandin، والpeptic ulcer disease هي عبارة يعني عن imbalance ما بين الأسيد secretion مقارنة بالحماية البروستاجلاندين. فإذا كانت البروتكتيف ميجرز اللي موجودة already بجسمي، يعني ربنا حاططها في جسمي، فيها depression أو reduction، راح يصير عندي ulceration. أو إذا كان مريضي عنده condition عنده continuous HCL secretion برضه ممكن يصير في عنده ulceration. هلا إذا بدنا نحكي عن السيمتوم، يجوال المرضى بيكونوا asymptomatic، ممكن يصير في عندهم epigastric pain especially إذا كان ال cause of peptic ulcer disease infection. بحالة ال unsaid induced peptic ulcer disease أو stress related mucosal damage، أول سيمتوم تطلع عند المريض على الأغلب بنسبة أكبر يعني بتكون bleeding. تمام؟ بيكون البليدنج، والبليدنج ممكن يكون very severe وممكن يؤدي للوفاة، ممكن الهيموغلوبين يوصل ل7 و8، يعني هاي أرقام جدا قليلة ويجوا اللي بيحتاجوا لبلود يونت. طيب هلا الألسر غير إنه فيه pain، فيه infection، بحتاج العلاج، من مشاكله انه في تندنسي كتير كبيرة للأشخاص اللي بيصير عندهم الألسر انه يصير في عندهم ألسر ريكارنسي، يعني يرجعوا ينتكسوا
بنسب كتير عالية. فشو هي risk factors للألسر ريكارنسي؟ عندنا risk factors الموجودين قدامكم. أول إشي إنه يكون the cause of ulcer chronic، يعني helicobacter pylori infection أو NSAID induced peptic ulcer disease، أو مريضي عنده history of helicobacter pylori infection أو NSAID induced peptic ulcer disease ووصل لمرحلة the complication، يعني صاير معه bleeding من the previous disease experience أو عنده obstruction أو عنده perforation، فصاير عنده high complication، فبرضه risk of recurrence بيكون أعلى. الأشخاص اللي بتكون the lifestyle تبعتهم يعني نوعا ما سيئة، the quality of life عندهم سيئة من ناحية إنهم عم بيدخنوا، عم بيشربوا كحول، يعني بيضروا المعدة أكثر وبيضروا الجي اي تي ميوكوزا أكثر وبيساهموا أكثر إنه فور ألسر ريكرنسي. برضو الأشخاص اللي بياخدوا العلاج، يعني بيتشخصوا بياخدوا العلاج بس ما بيكونوا أدهرنت عليهم. لما بنحكي عن إنفكشن عم نحكي عن أنتيبايوتيك، لازم إنه إحنا ناخدهم بشكل مستمر لفترة خلينا نحكي 10 أيام لأسبوعين. ففي كتير عندي فرصة للنون أدهيرنس، سبيشالي بعض الرجمن بده ياخد المريض الأدوية 4 مرات باليوم، فممكن يؤدي هذا لدن أدهيرنس. برضو في ناس بيكون في عندهم conditions دائما البارايتال سيلز بيكون عندهم HCL secretion اللي هي بنسميها زولنجر إليسون سيندروم. فهون secretion دائما continuous بشكل كتير كبير لدرجة انها البروستاجلاند ما بتقدر انها هي تعادل الأسيديتي، فبرضو بيكون عندي تندنسي أعلى لريكرنسي. فمن مشاكل الألسريشن major problem وهدفي بعلاج مرضى البيبتيك ألسر ديزيز إني أعمل prevention للألسر recurrence. طيب هلأ هون في عندي 2 slides اللي قدامكم، هدول بيعبروا لي عن الريسك فاكتورز للألسر occurrence بأشخاص بيكونوا مضطرين يستخدموا non-steroidal anti-inflammatory إدركس. تمام، كثير مهم تكونوا بتعرفوهم لأنه مرات ممكن نعطي البروتون بامب انهبيترز أو الانتي سكريتوري ايجنتس عشان نعمل prevention لا حدوث الألسر. تمام، المريض يعني ما عنده أكتيف ألسر حاليا بس إحنا بدنا نوقي مريضنا من الألسريشن عن طريق إني أنا أعطي أنتي سكريتوري إيجنت such as البي بي آي أو ممكن H2 ريسبتور أنتاغونيست أو ممكن الميزوبروستول، بس الموست إفكتيف وان اللي هو البي بي آي وهو أفيلابل. بعدين بيجي الميزوبروستول بس مشكلته إنه هو بنعرف اكيد بيعمل اجهاض فهو مش متوفر. اما الاتش 2 ريسبتور انتاغونست يعني الافيكاسي لها كثير اضعف من البروتون بامب انهبيتر. طيب خلينا نشوف شو هم الريسك فاكتورز. اول ريسك فاكتور اللي هو العمر، العمر لحاله وبحد ذاته بيعتبر اندبندنت ريسك فاكتور. فاول شيء باي كيس لازم نطلع على العمر عشان نحدد هالمريض بيحتاج لجي اي تي بروفيلاكسيس اور نوت. فاذا كان عمر مريضي فوق 65 سنه بياخذ 1 point for increasing the GIT ulcer. إذا كان مريضي عنده previous history of ulceration، إذا كان مريضي عنده ulcer وصايرة معه complication، إذا كانت نوع ulcer chronic cause يعني H. pylori أو NSAID induced peptic ulcer disease، إذا كان مريضي عم يستخدم NSAID والNSAID هاد في إله factors بيحددوا التندنسي إنه مريضي يكون at risk for GIT ulcer. يعني اللي بيستخدموا non-selective one GIT ulceration بتكون عندهم بنسبة أكبر من الأشخاص اللي بيستخدموا selective one أو partially selective. الأشخاص اللي بياخدوا high doses من NSAID برضو ما يكونوا معرضين للألسر أكتر من أشخاص شخص تاني بياخد نفس الأيجنت بس بجرعة أقل أو the lowest dose. شخص بياخد بروفين وديكلافيناك وبياخد نابريكسين collection of NSAIDs، فبالتالي هي نفس الفكرة إنه بالمحصلة راح يصير في عندي هاي دوز من الأنسيد وبالتالي الفاينل أوتكم إنه بيكون في عندي إنهبيشن للبروستاجلاندين according to the mechanism of pathophysiology. ميوت لو سمحت. أوكي هلأ ممكن الشخص يكون عم بياخد أنسيد وبعد ما أخذ الأنسيد بيصير عنده ديسبابسيا. شو هي الديسبابسيا؟ الديسبابسيا هي عسر الهضم. إذا كان مريضي ما عنده أصلا من قبل هيستوري أوف ديسبابسيا ومن لما بلش ياخذ الأنسيد صارت عنده الديسبابسيا، هاد ديسبابسيا على الأغلب سببها الأنسيد.
فهون بياخد برضو point على risk factor للنونستيرويدال anti-inflammatory drug risk for inducing peptic ulcer disease. أو ممكن مريضي في مرضى كتير أو ناس كتير, خلينا نحكي ما بدنا نحكي مرضى, ناس كتير بيكون عندهم dyspepsia طبيعية, دائما عندهم dyspepsia عسر الهضم, بس هاي dyspepsia من لما بلش ياخد الأنسيد زادت بالسيفيريتي, تمام, زادت بالسيفيريتي. فزيادة السيفيريتي بالدسبابسيا برضو بتكون لها علاقة بالأنسيد يوز. هلا في عندي مجموعة من الأدوية إذا اتاخدت مع الأنسيد بتزيد عندي الريسك أوف بيبتيك ألسر ديزيز. أول إشي اللي هو الأسبرين حتى لو كان باللو دوز يعتبر لحاله ريسك فاكتور للجي آي تي ألسر. استخدام الأنسيد مع الأسبرين برضو بيعمل عندي دبلينج للريسك للجي آي تي ألسر. استخدام الأنسيد مع الأورال بيسفوسفونات رح يمرق معنا, رح نحكي عنه إن ديتيلز لما نحكي عن الأوستيبروسيس اللي هم الألندرونات, الروزيدرونات, إباندرونات, هدول هم البيسفوسفونات بيعالجوا هشاشة العظم. استخدام الأنسيد مع الكورتيكوستيرويد, استخدام الأنسيد مع الأنتيكواجيلانت, استخدام الأنسيد مع الأنتيبليتلتس, استخدام الأنسيد مع سيلكتيف سيروتونين ريأبتيك إنهيبيتور أثبت إنه في أسوسيشن ما بينهم وما بين الألسر. برضو الأشخاص اللي بيكون عندهم أمراض كرونيك ديبليتيتينج ديسوردر برضو شافوا إنه في لينك ما بين هدول الكرونيك ديزيزز وما بين الألسر. الميجر ثري سيستم إذا كان فيهم كرونيك ديزيزز بيكون عندي زيادة بالألسر ريسك اللي هم الكارديوفاسكولار ديزيز, ريسبيراتوري ديزيز, and kidney disease. لو سمحتوا اعملوا ميوت. هيثم. اوكي. طيب. برضو الاشخاص اللي نرجع نحكي اللي عندهم bad habits such as السيجرت سموكينج والالكوهول كونسومشن برضه بيعملوا انفايرمنت خلينا نحكي خصبه للالسر انه يصير عند الاشخاص اللي بيستخدموا الانسيد, تمام. فهم صحيح 18 بس تقدروا انكم تجمعوهم جروبات, تمام, على حسب فهمكم للباثوفيزيولوجي للالسر والريسك فاكتور للالسر. يعني ممكن العمر هذا لحاله, وبليز ما تنسوا نقطه العمر, مثلا تعرض مريضي للألسر هاي ممكن تعطوها انه تحطوها جروب وتحتها انه يكون مثلا نوع الألسر اللي صايره معه من قبل تكون مثلا كرونيك ان تايب, زي مثلا يكون سببها هيليكوباكتر بايلوري او انسيد انديوست ألسر, او ممكن يكون صاير معه كومبليكيشن, فهي تعتبر انه ديزيز انديوست ألسريشن. الجروب الثاني بالريسك فاكتور انه استخدام الأنسيد, الأنسيد regarding selectivity, الجرعات, co-administration with another medication. والجروب الثالثة اللي برضو لها علاقة بالrisk factor اللي هي lifestyle اللي هي بتكون يعني unhealthy, منها cigarette smoking والalcohol consumption. فيعني تسهيلاً عليكم حاولوا أنكم هيك تعملوا أشياء تقدر تساعدكم بحفظ الموضوع أنكم ما تنسوا ولا أي risk factor. اوكي هلا قد ايه مريضي بجمع من هدول الريسك فاكتور بزيد عنده الريسك اوف جي اي تي ألسر, وراح نشوف كيف المفروض انه نعالج هذا المريض او نعطيه بريفنشن ميجر. هذا السلايد بيحكي لنا عن بقسم لي الانسيد اكوردنج تو سيلكتيفيتي, محطوط لكم تو جايد يو عشان تحلوا الكيس. طيب هلا بالنسبه للكلينيكال بريزنتيشن اغلب الناس يعني بيكونوا اسيمتوماتيك زي ما حكينا, وجزء بسيط جدا من الاشخاص يعني بتجاوز ال 20% من الاكتوال بيشنتس وذ ألسر بيكون عندهم سيمتوم. هاي السيمتوم بتكون عباره عن مايلد ايبيجاستريك بين, تمام. هلا مايلد بتعتمد على المريض, ممكن مريض يكون عنده مايلد, ممكن مودريت, ممكن سيفير, اوكي. وفي اشخاص زي ما قلت لكم باول اللاب انه ممكن ينعرفوا من الكومبليكيشن اللي هي مينلي البليدنج. هلا غير المايلد ايبيجاستريك بين, هذا التشيف كومبلينت لا يعتبر سبيسيفيك, يعني لما مريض يحكي لي ابدومينال بين, مايلد ايبيجاستريك بين, ستمك بين, هاي اشياء لا تعتبر موجهه بشكل كثير كبير للبيبتيك ألسر ديزيز, لانه مثلا الايبيجاستريك بين ممكن يكون سببه كارديو,
ممكن يكون سببه muscle skeletal system. فلازم أخذ history بشكل أوسع. شو مثلاً شو الإشي اللي بيزيد البين، شو الإشي اللي بيخفف عندك البين، إمتى بيجيك البين، هاي كل الأشياء ممكن تخلي تفكيري directed بطريقة معينة. يعني إذا مريضي على الأغلب اللي بيكون عنده epigastric pain that is caused by peptic ulcer disease، يجوا اللي بيكون في عندي association ما بينه وما بين البين وما بين الأكل، either الميل ممكن يزيد السيفيريتي أو ممكن إنه هو يقلل السيفيريتي أو يقلل من البين. برضه هدول الأشخاص بيكون في عندهم محتمل جدا يكون عندهم belching, bloating، ممكن يكون عندهم heartburn، ممكن يكون عندهم نوزيا، vomiting، وبرضه ممكن يكون عندهم rapid weight loss. طبعاً rapid weight loss إشي أكيد unhealthy يعني، وفي في بيكون من وراء يعني cause واضح، cause يعني على الأغلب ما بيكون بسيط، يعني ما بيكون as simple as بس لحالها peptic ulcer disease، ممكن يكون في عندي لا سمح الله cancer، لأنه الهيليكوباكتر بايلوري حالياً بيشوفوا إن هي highly associated with gastric cancer. فالأشخاص اللي بيكون عندهم rapid weight loss، الأشخاص اللي بيكون عندهم bleeding، الأشخاص اللي بيكون عندهم severe abdominal pain، هدول الأشخاص هدول السيمتوم أو clinical presentation بيعتبروا إشي بيخوف، يعني بسموهم alarm symptom. alarm symptom بدهم الassessment يكون بشكل معين. هلأ راح نشوف كيف لما نشوف diagnostic tools. طيب هلأ عشان نشخص مريض عنده peptic ulcer disease لازم نمشي ببروسيجر واضحة، وفي عندي كتير طرق ممكن انه مريضي ينعمله differential diagnosis for peptic ulcer disease. هلأ في عندنا 2 slides بساعدني اقرر شو هو التست المناسب لمريضي. هلأ قبل ما نفوت بتفاصيل السلايد السلايدين، خلينا نقسم التيستس that can be used to diagnose the Helicobacter pylori induced peptic ulcer disease نوعين. نوع اللي هو الاندوسكوبيك تيست، والنوع الثاني اللي هو النون اندوسكوبيك تيست، يعني تنظير وغير تنظير. ففي عندي طريقتين. هلا اللي كتير فاهم الثيرابي ومودو الثيرابي وبيلاحظ كيف احنا عم بنعمل اولوياتنا بالتريتمنت وبيقرا جايد لاين، بيلاحظ انه احنا دائما بنحاول نختار البروسيجر اللي تكون ليست انفيسيف بالنسبه لمريضي، بنفس الوقت تكون ريلايبل والريزلتس اني اقدر اعتمد عليها. فدائما دائما اذا بدي افكر ايش التست المناسب لهذا المريض، دائما يفضل انه أبلش لهم بالنون اندوسكوبيك تيست لأنها less invasive، تمام؟ والريزلتس اللي بتعطيني إياها results تعتبر reliable والsensitivity كتير منيحة، يعني توصل فوق 95%. طيب شو هم الفحوصات اللي بتكون أو بتندرج تحت خانة النون اندوسكوبيك تيست؟ عندي 3 فحوصات. أول فحص واللي هو التست of choice اللي هو بيسموه اليوريا بريث تيست، يوريا بريث تيست او اختصاره UBT، وعندي الفحص الثاني اللي هو الستول انتيجين تيست، وعندي الانتيبادي ديتكشن تيست. تمام، UBT هو التيست اوف تشويس، عندي الستول انتيجين تيست وعندي الانتيبادي. هلا اليوريا بريث تيست او UBT هو التيست اوف تشويس زي ما حكيت لكم، هو بيعتمد انه مريض يعطيني نفس يكون فوليوم منيح بحيث انه يعطيني results قدر اني انا اعتمدها. فالاشخاص اللي بيكون عندهم مشاكل بالنفس زي respiratory diseases، الاطفال يجوا اللي ما بيقدروا يعطوني الاير فوليوم اللي انا بحتاجه، فما بيكونوا candidate مثلا لليوريا بريث تيست، فبنقلهم على الستول انتيجين تيست، يعني بيكون التيست تبعهم ستول انتيجين، عينة ستول بيشوف لي وجود الهيليكوباكتر بايلوري انتيجين اور نوت. طيب كمان في عندي significant contraindication ما بين الأدوية وما بين الفحوصات اللي هي فحص اليوريا breath test.
اللي هو interaction ما بين استخدام الانتي سكريتوري ايجنت زي البروتون بامب انهبيتر والانتيبايوتيك. اذا مريضي سالته وحكى لي انه انا استخدمت البروتون اوميبرازول او استخدمت اموكسيسيلين كلاريثروميسين واتيفر كان الانتيبايوتيك وشو ما كان نوع الانتي سكريتوري ايجنت, احتمال جدا كبير انه الفحص يعطيني نيجاتيف وهو يكون بوزيتيف. تمام, فما بقدر اني انا يكون ماي تشويس هو اليوريا بريث تيست ولا حتى الستول انتيجين, فوقتها بيكون التست اوف تشويس لإلي الاندوسكوبيك تيستينج. لازم اسال مريضي من اليوم مثلا لشهر قبل عشان اقدر اقرر هل مريضي بيقدر انه يتشخص عن طريق هدول الفحوصات. هلا الانتي بودي ديتكشن دكتورة شهر لازم شهر يكون مش ماخذ من الأدوية هاي على أساس إنه الفحص يكون صحيح معتمد. يس بس مش أكيد ما راح أحترتها مش أسبوع أو عشرة أيام أو شيء زي هيك. هلا ال PPI أسبوع لأسبوعين, الأنتيبايوتيكس شهر, الأنتيبايوتيكس شهر. أوكي فأنا دائماً بسأل من اليوم لشهر قبل. بس أكيد كونه المريض يعني مثلاً بيكون عنده pain بده يتشخص, أكيد ما بحكي له استنى شهر إذا كان ماخذ مثلاً antibiotic أو استنى أسبوع أو أسبوعين. فبيكون الدياجنوسيس عن طريق الاندوسكوبيك تيست. تمام؟ هلأ الانتيبادي ديتكشن مشكلتها إنه إذا كان مريضي متشخص peptic ulcer disease الانتيبادي بتضلها موجودة بالبلد سيركوليشن لست شهور. فإذا رجع مريضي مثلا بعد شهر شهرين ثلاثة عم بيشكي من نفس السيمتومز, أكيد أنا مش راح أقدر أعتمد على الانتيبادي ديتكشن لأنها راح تضلها بوزيتيف. تمام, فما بقدر أعتمد عليها أنه عن جد مريضي عنده ترو انفكشن أو السيمتومز لها علاقة بأنذر كوز. طيب شو في عندي؟ اندوسكوبيك تيست, عندي تنظير بينعمل بياخدوا منه خزعات مشان يفحصوا لوجود اليوريز انزيم اللي هو بيفرز الهيليكوباكتر بايلوري, وبرضه ممكن ياخدوا عينة عشان الكلتشر والسنسيتيفيتي, هاي مينلي بحالات التريتمنت فيلير, وبياخدوا عينة مشان الهيستولوجي عشان يشوفوا مثلا شكل الخلايا اذا بالذات شاكين بمالجنانسي. اوكي, طبعا العينات مش عينه واحده بدهم ياخذوا, المفروض ياخذوا خلينا نحكي 4-5 عينات, وهي العينات تكون من اماكن متفرقه مش كلها بنفس المكان عشان يعني نحاول نلم الموضوع او يعطيني ريزلت از اكوريت از بوسيبل. اوكي, فانت بيكون خياري للاندوسكوبيك تيستينج اذا كان مريضي عنده كونترا انديكيشن لاستخدام النون اندوسكوبيك تيست, او كان مريضي عنده الارم سيمتوم اللي حكيناهم من شوي, نوزيا فوميتنج رابيد ويت لوس وبليدنج, وقتها بيكون الدياجنوسيس عن طريق الاندوسكوبيك تيست. اوكي, هلا بالنسبه للتريتمنت شو ما كان السبب سواء كان انسيد او كان هيليكوباكتر بايلوري, اكيد بيكون هدفي اخفف من البين اذا كان موجود عند مريضي واعمل هيلينج للميكوزا as soon as possible عشان امنع فرصه حدوث الكومبليكيشن وامنع الريكرنسي. يعني هي فهم ومنطق, مريضي ام بين بدي اخفف البين. في عندي مشكلتين كتير كبار بالبيبتيك ألسر ديزيز اللي هي الكومبليكيشن والcomplication والrecurrency, فكل ما عالجت أسرع كل ما صار عندي healing للميكوزا بشكل أسرع كل ما منعت حدوث هدول المشكلتين. هلأ برضو شو ما كان الكوز, سواء كان الكوز helicobacter أو unsaid, التريتمنت totally dependent على الدريجز. بس هذا ما بيعني إنه إحنا نعمل non-pharmacological intervention, نعمل counseling للمريض regarding diet. يعني هلأ ممكن حدا يسألني معقول في دايت اسمه أنتي بيبتيك ألسر ديزيز دايت؟ أكيد لا, ما في, لأنه الأشخاص الهيلثي يعني اللي ما عندهم مشاكل, في ناس معدتهم ما بتتحمل أنواع من الأكل وناس تانية عادي ما عندها أي مشكلة بأي أكل معين,
فالهيلثي انديفيدجوال ما بتقدر تحضر عليهم مالتهم ايش بتحمل او لا. فكيف الاشخاص اللي هم عندهم امراض فيجوا لي we counsel the patient to monitor their diet و monitor symptoms تبعتهم symptom severity, هل بيصير في عندهم pain او ما بيصير عندهم pain, هل pain بيزيد او ما بيزيد. بس في عندي مجموعة من الاكل كتير معروفة انه بتعمل عندي يعني epigastric pain او stomach pain او heart pain, زي مثلا التيل كوفي السبايسي فود, هاي الاشياء يعني كثير معروفه انها لها علاقه بالبيبتيك ألسر ديزيز سيمتوم, فيفضل انه يبتعدوا عنها واكيد لازم يبتعدوا عنها اذا كانوا بدهم يعني تو اليفييت ذا بين. هلا بالنسبه اذا كانوا بيحتاجوا لانالجيسك ديو تو انذر ديزيز, يفضل دائما انه ما يكون الانسايد هو ان اوبشن, لانه احنا بالمحصله بدنا انالجيسك افكت. فالاسيتامينوفين يعني بيقدر الواحد انه ياخده ويحصل على البنفيت اللي بدور عليها, بلس اذا كان سموكر تو كويت سموكينج, واذا كان الكول كونسيومر اكيد يوقف الكحول. طيب نحكي عن اول كوز اللي هو الهيليكوباكتر بايلوري انفكشن وكيف بنقدر انه احنا نعالجهم. اذا بتنتبهوا على السلايد راح بتلاقوا انه في عندي يعني مجموعة من الأدوية تتاخذ مع بعض. فالتريتمنت للهيليكوباكتر بايلوري هي تعتبر ريجيمن تمام, دراج ريجيمن, بما معناه ما بيصير أعطي سينجل ايجنت وأحكي هذا هو العلاج. ده مريض عند تشخص إنه عنده هيليكوباكتر بايلوري induced peptic ulcer disease. الريجيمنز لازم تتاخذ كاملة. الريجيمن they are agent specific. agent specific هي نقطة كتير مهمة, not group specific. يعني إذا أنتم منتبهين على أول regimen هي مكتوبة clarithromycin, مش أنا ما بقدر أبدل clarithro بإريثرو ولا بقدر أبدلها بأزيثرو. مكتوب عندكم amoxicillin, ما بقدر أبدل ما بين الamoxicillin وأنذر مثلا extended spectrum penicillin وهكذا. أوكي, لأنه التريتمنت لما انحطت بطريقة بدراسات ببرسنتج معينة وصلوا لها على هدول الايجنتس, لما بدلوا ما بينهم ما لقوا نفس البنفيت فور ذا ايراديكيشن. خلينا نشوفهم هدول الريجيمنت ومطلوبين منكم بأسمائهم بجرعاتهم. هلا أول ريجيمنت وهي تعتبر الريجيمنت اوف تشويس ومعروفة من زمان اللي هي التريبل ثيرابي. التريبل ثيرابي هي عبارة عن كومبينيشن ما بين كلاريثروميسين 500 ميلي جرام توايس and amoxicillin 1 جرام توايس ديلي أو مترونيدازول 500 ميلي جرام توايس ديلي. طبعاً السيليكشن البريوريتي بالسيليكشن بيكون للأموكسيسيلين not for مترونيدازول لأنه مور إفكتيف. بحالات الألرجي للأموكسيسيلين أو للبنسيلين بنقدر إنه إحنا نستخدم المترونيدازول as الالتيرناتيف للاموكسيسيلين, بس شخص ما عنده الرجي ما بختار المترونيدازول. طبعا كل الريجيمين فيها بروتون بامب انهبيتر وانس اور توايس ديلي. البروتون بامب انهبيتر اذا حدا بده يخطر في باله له انتي بكتيريال افكت, لا ما له انتي بكتيريال افكت, هو بس بيساعد على الهيلينج اوف ذا جي اي تي ميوكوزا, اكسلريت الهيلينج. عشان هيك لازم المرضى ياخذوا البروتون بامب انهبيتر. الرجمن الثانية اللي برضو إلها نفس الإفكاسي ونفس الكلينيكال هيستوري يوز اللي هي الكوادربل ثيرابي, بيزموث بيزد كوادربل ثيرابي. هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن أنتي سكرتري إيجنت, عنا بروتون بومب إنهبيتر أو أتش تو ريسبتر أنتاغنست, بس أكيد مش مفضل أبداً مريضي إنه ياخد الأتش تو ريسبتر أنتاغنست لأن الإفكاسي لإله أقل بكتير من البي بي آي, ف لا يعتبر هو option أبداً. دائماً الـ PPI هو my option. In combination with what? In combination with bismuth subsalicylate 525 milligram 4 times daily. In combination with metronidazole 250 ل 500 milligram 4 times daily. الجرعة 250 أو 500 بتعتمد على الـ resistant pattern بالـ community. يعني إذا كانت هاي مثلاً إحنا بعمان دائماً مترونيدازول 250 بيعطيني treatment failure, فأكيد ليش بدي أجرب بالناس الثانية 250, رح أجرب 500 ميلي جرام. يعني الطريقة الصح بالسلكشن إنه يكون أصلاً عندي للمنطقة اللي أنا عايشة فيها إشي بسموه antibiogram بيعطيني الهيستوري لهاي البكتيريا
طبعا لكل البكتيريا، سواء كان بيعمل انجلوس بايراتري انفكشن، بيبتيك ألسر ديزيز، يو تي اي، لازم يكون في عندي داتا انه اغلب الناس ايش كانوا، لايش سنسيتيف، لايش ريزيستنت، عشان اقدر تقدر التريتمنت تكون موجهه اكثر. هلا المترندازول وي كان كومبايند ات مع التتراسايكلين 500 ملغ اربع مرات باليوم، او بديله بهاي الحاله اللي هو الدوكسيسايكلين 100 ملغ مرتين باليوم. هلا هدول هم يعني تو ريجيمنز اللي من زمان معروفين ودائما مستخدمين وعليهم اكثر الكلينيكال ستاديز و they are FDA approved. طبعا مدة العلاج 14 يوم، بليز 14 يوم not 7 days، تمام 14 يوم. هلا الريجيمن الثالثة اللي هي sequential therapy. sequential يعني تتابعية، يعني في أدوية بدها تتاخد بأول فترة ونوقفها وهكذا. طب نشوف شو هي. أول إشي مدة العلاج بتكون 10 أيام، أكيد الـ PPI لازم يكون موجود عشان يسرع من الهيلينج للـ GIT mucosa alteration. بأول 5 أيام نعمل عندي destruction للبكتيريا اللود عن طريق استخدام الأموكسيسيلين 1 gram twice daily. بعدين على اليوم الخامس خلصي بتكون آخر جرعة بنوقفه. باليوم السادس بنبلش 2 drugs مختلفين اللي هم المترندازول والكلاريثروميسين، تمام؟ ففكرة الأموكسيسيلين، لأنه الأموكسيسيلين لحد الآن يعني منيح وما في إله ريزيستنس كتير عالي، فبنستخدمه بأول 5 أيام to kill the bacterial load بأول 5 أيام، وعشان ما يصير في عندي development للريزيستنت بنوقفه على اليوم الخامس، ومن اليوم السادس بنبلش two different antibiotic. هاي بالنسبة للرجمن الثالثة. الرجمن الرابعة اللي هي اسمها ليبوفلاكسيسين based therapy، وبين قوسين مكتوب قدامكم سلفاج therapy، يعني تعتبر backup therapy، آخر خيار ممكن أفكر فيه إذا مريضي جربنا كل الأوبشنز وما كان عنده successful treatment، وبرضو لما أخذنا له العينة طلعت العينة إنها susceptible لليبوفلاكسيسين. الرجمن هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن PPI in combination with amoxicillin 1 gram twice in combination with levofloxacin 250 milligram twice. أوكي؟ فمش أول خيار بالنسبة لي levofloxacin based therapy أبدا. في عندي كمان رجمن خامسة اسمها non-bismuth quadruple therapy أو concomitant therapy. الكوادربل يعني أربع أدوية وما فيها بزموث لأنها نام بزموث، وكونكوميتنت يعني عم ناخد أدوية يعني مع بعض، واحدة من الرجمنز ما كانوا مع بعض. يعني إذا بتطلعوا على الأيجنتس هم نفس الأيجنتس المستخدمين بالتريبل ثيرابي، بس كنا أيدر أموكسيسيلين أو مترندازول. هم هون بهاي الرجمن عم ناخدهم مع بعض، الأموكسيسيلين مع المترندازول مع الكلاريثروميسين، عشان هيك سموها كونكوميتنت ثيرابي، تمام؟ فهي عبارة عن PPI مع كلاريثروميسين مع أموكسيسيلين مع مترندازول، ومدة العلاج 10 أيام. الرجمن الأخيرة السادسة اللي هي بسموها هايبريد ثيرابي، هجينة يعني بين تو رجمنز اللي هي السيكوانشيال، معناته نفس فكرة السيكوانشيال ثيرابي اللي كنا نستخدم فيها أموكسيسيلين أو 5 أيام بلس كونكوميتنت، تمام؟ كيف؟ طب هاي الهايبريد مدة العلاج فيها 14 يوم، رح نستخدم فيها الـ PPI مع الأموكسيسيلين طول فترة العلاج اللي هي الـ 14 يوم، ومن اليوم السابع بنعمل potentiation للـ effect of antibiotic عن طريق الـ addition of metronidazole مع الكلاريثروميسين، تمام؟ فهدول هم الـ 6 regimens اللي ممكن إنه إحنا نفكر فيهم بالتريتمنت لمريض عنده هيليكوباكتر بايلوري induced peptic ulcer disease. الفيرست لاين ريجيمن اللي هم التريبل ثيرابي او البيزموث بيست كوادربل ثيرابي. اذا مريض تعالج وصار في عنده تريتمنت فيلير، never ever to repeat the same regimen again، تختاروا ريجيمن ثانيه عندنا غير التريبل
ثيرابي مثلا غيرها خمسه، نختار واحده من هدول الفايف ريجيمنز. طبعا اكيد انا بتعد عن الليفوفلكسيزين بيس ثيرابي لانه ما لها الاد افيكاسي داتا، فبنختار ريجيمن ثانيه. اوكي، اغلب الاغلب التريتمنت فيلير للهيليكوباكتر بايلوري انديوس بيبتيك السر ديزيز اللي هي مشكله النون ادهيرنس، مرضى ما بيكونوا ادهيرنت على التريتمنت ابدا. هذا السلايد نفس الريجيمنز اللي احنا ذكرناهم. عفوا دكتوره، بس يعني هلا نحن كيف نختار انه الريجيمن؟ يعني نحن بنقرر انه بدنا نعطيه نمشي بهذا او بهذا او بهذا؟ حكيت لك الفيرست لاين تريبل او بزموث كوادربل، هدول هم الفيرست لاين لانه عليهم دراسات اكثر شيء. They are FDA approved. صار في عندي treatment failure، بقدر اختار اي regimen تاني. يعني اذا مثلا مريض تريبل صار عنده treatment failure بعطيه بزموث كوادربل، صار عنده treatment failure بعد البزموث كوادربل بستخدم sequential او concomitant او بستخدم الهايبريد regimen. هيك دكتور البزموث شو هو؟ ايش؟ صوتك مش واضح. البزموث شو هو؟ البزموث إله dual action، إله mild antibacterial effect وإله قدرة إنه يعمل عندي healing للجي اي تي ميوكوزا، ومرات بيستخدموه بحالات الدياريا. للناس اللي بيصير عندهم دياريا مثلا بسبب الترافل، في عندنا دياريا نوعها ترافل الدياريا، ممكن هم يستخدموا البزموث سلسلات. تمام؟ هو إله mild antibacterial effect، يعني أنا ما بعتمد عليه عشان أحصل على الكيلينج efficacy، بس إله هذا الـ. طيب هذا السلايد يعني بحب أحط لكم أشياء موثقة من الـ up to date، نفس الـ regimens اللي ذكرناهم أنا حطيت لكم إياهم بسلايدات أوضح للقراءة. طيب أنا متوقعة سؤال منكم انه تسالوني، طيب في مرات بالذات الناس الطلاب اللي هم مجسرين، في مرات الناس بيخلصوا الانتي كورس الانتي بايوتيك او الريجيمن وبضلهم ماشيين على البي بي اي، هل هذا صح او خطا؟ مرات صح ومرات خطا. ليه؟ لانه ديرينك حالات معينه سوري حالات معينه صح، وفي حالات معينه انه بكون غلط. هلا في الحالات اللي بكون صح انه بكون انه لسه الهيلينج ما صار عنده كامل ولسه ومعرض، يعني عنده ريسك فاكتور انه معرض ينصاب بالالسريشن، هاي النقاط اي ثينك مزبوط. طيب نحكي بشكل ادق، صح كلام هيثم مزبوط، نحكي بشكل ادق ونحكي شو هم الشغلتين اللي لازم اطلع عليهم عشان احدد الديوريشن اوف بي بي اي يوز. بدي اعرف وين السايت اوف ألسر، هل هو بالدودينم او بالستمك يعني دودينال اور جاستريك، وبدي اعرف هل مريضي عنده كومبليكيتد كونديشن او ان كومبليكيتد كونديشن. هلا اذا كان مريضي عنده ان كومبليكيتد دودينال ألسر، مده العلاج باي البروتون بامب انهبيتر بتكون 14 يوم. اذا كان مريضي عنده كومبليكيتد دودينال ألسر بتكون مده العلاج من 4 ل 8 اسابيع زي ما قال زميلكم على حسب الهيلينج، يعني هل صار في عندي هيلينج ل الجي اي تي او لا ميوكوزا. اذا كان مريضي عنده جاستريك ألسر، والجاستريك ألسر من اصعب الالسريشن اللي ممكن المريض انه تو اكسبيرينس، مده العلاج لازم تكون من 8 ل 12 اسبوع، طبعا اكوردنج تو داتا فروم ذا اندوسكوبيك تيستينج انه انا شفت انه الجي اي تي ميوكوزا صار لها هيلينج. اذا كان مريضي عنده انسيد انديوس بيبتيك ألسر ديزيز، مده العلاج لازم تكون 8 اسابيع. فهدول هم الديوريشن. دكتورة في كمان شغلة، في شغلة انه حسب الجايد لاينز انه اذا هو مضطر ياخد انسيد زي حالات الروماتيزم لازم يضله ماشي على البيبي اي طول عمره. هلا بنشوف كيف. اوكي تمام. اوكي فهدول هم الديوريشن الصح according to up to date. تمام.
هذا سلايد مبين عندكم البي بي اي وجرعاتهم. طيب هلا احنا ليه ذكرنا الريسك فاكتور للبيبتيك ألسر ديزيز لشخص مثلا بدي يستخدم انسيد؟ عشان بدي اعرف هل مريضي كانديديت للونج تيرم بروفيلاكسيس او لا. تمام. هلا لما بدي افكر بالانسيد لازم دائما يخطر في بالي تو سيستم مهمين اللي هم الجي اي تي سيستم والكارديوفاسكولار سيستم. يعني انا لما بدي افكر بانسيد بدي اخده بشكل كرونيك لانه عنده ديزيز كرونيك ما بيتعالج غير باي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، لازم اشوف اعمل بالانس هل الانسيد خطره او بتزيد عنده ريسك على الجي اي تي ولا بتزيد عنده ريسك على الكارديوفاسكولار. طب اذا انا ما عندي ولا اي اوبشن الا استخدم الانسيد، شو اعمل بريفنشن ميجر عشان احمي الجي اي تي او الكارديوفاسكولار سيستم اكوردنج تو ريسك بريزنتد ان ذا بيشنت؟ تمام. بالسلايد عندكم في عندكم هذا التابل بالتو سلايدز هو لنفس العنوان هو guideline for reducing GI risk for patient receiving chronic NSAID therapy. هلا الرو بيعبر لي عن الجي اي تي ريسك والكولم بيعبر لي عن الكارديوفاسكولار ريسك. تمام. هلا كيف بدي اعرف الجي اي تي ريسك؟ الريسك فاكتورز ال 18 اللي ذكرناهم. إذا كان مريضي ما عنده ولا ريسك فاكتور هاد بيكون at low risk، إذا كان مريضي عنده 1 to 2 ريسك فاكتور بيكون at moderate GI risk، إذا كان مريضي at high إذا كان عنده أكثر من 2 ريسك فاكتور بيكون at high GI risk. طيب الكارديوفاسكولار ريسك شو الكرايتيريا اللي اعتمدها الجايدلاين عشان يحدد لي او يصنف لي مريضي at high cardiovascular risk او at low cardiovascular risk؟ اعتمد على حاجة مريضي لاستخدام الاسبرين. اذا كان مريضي محتاج الاسبرين for secondary prophylaxis رح يكون high risk for cardiovascular disease، واذا كان مريضي ما بيستخدم and not candidate for low dose aspirin رح بيكون at low cardiovascular risk. هيك احنا قسمنا two systems according to risk factor for either GI ulcer أو cardiovascular event. طيب خلينا نشوف أول حالة. إذا كان مريضي ما عنده ولا أي risk factor يعني at low risk for GI ulcer وكان مريضي بنفس الوقت at low cardiovascular risk، هيك أنا ما عندي لا مشكلة لا على الجي اي تي ولا عندي مشكلة على الكارديوفاسكولار سيستم. يعني لا مش لازم أكون سيلكتيف باختياراتي عشان أحمي القلب ولا عشان أحمي الجي آي تي، بس إيش عشان ما مريضي مع الوقت يصير عنده ألسر يفضل إني أنا أختار الأنسيد اللي أخف ما يمكن على الجي آي تي وكمان باللوس دوز، إنه ما يكون ماشي على الهاي دوز. بس إنه هو بيحتاج بروفيلاكسز على الجي اي تي بهاي الحالة أكيد ما رح يحتاج لأنه هو at low risk for جي اي تي أكثر. هلأ إذا كان الحالة الثانية، إذا كان مريضي at moderate جي اي تي risk يعني عنده 1 to 2 risk factor، هذا المريض بنفس الوقت هو at low cardiovascular risk، ما عندي أي مشكلة باختياري للأنسيد عشان أحمي القلب، فبقدر اختار اي انسيد ما في عندي اي مشكلة، بس هون لازم احمي الجي اي تي by using البروتون بامب انهبيتر او الميزوبروستول. الميزوبروستول not available فاحنا دائما رح نعتمد البروتون بامب انهبيتر. واذا كان مريضي قادر يأمن السلكتف كوكس 2 بقدر انه هو يستخدمها. اوكي هلا لانه ما عندي خوف على القلب لانه الكوكس 2 سلكتف بيعمل عندي ثرومبس. طيب هلا اذا كان مريضي at high GI risk وبنفس الوقت هو at low cardiovascular risk، هلا اذا كنت قادره ابتعد عن الانسيد بانواعها selective او non selective بيكون احسن، لانه حتى ال selective one ممكن يعملوا عندي جيرد وممكن يعملوا عندي ألسر، بس نسبه حدوث هاي ال two conditions كثير اقل من ال non selective. طيب إذا ولا بد لازم أستخدم الأنسيد وقتها بعطي بروفيلاكسيز اللي هو البروتون بامب انهبيتر. طيب إذا كان مريضي
ارتفع عنده الكارديوفاسكولار ريسك، يعني محتاج اللودوز اسبرين بس لحاله بدون انسيد. اوكي، يعني هو بس عنده ريسك فاكتور من استخدام الاسبرين. واذا كان قتله جي اي ريسك اكيد ما راح نعطيه بروفيلاكسيس لانه هو بس عم بياخذ الاسبرين. اذا كان مريضي اتمدت جي اي ريسك او هاي جي اي ريسك، وقتها راح نعطيه البريفنشن عن طريق البروتون بامب انهبيتر. هلا اذا كان مريضي ات هاي كارديوفاسكولار ريسك، يعني من الريجيمين الكرونيك اللي لازم يمشي عليها الاسبرين، يعني ما بقدر اوقفها وبرضه بيحتاج انسيد فور انذر ديزيز كنترول، وكان ات لو جي اي ريسك، الانسيد اللي لازم استخدمه واختاره اللي هو النابروكسن. تمام، النابروكسن فقط. بلاس اكيد بروفيلاكسيس باي بروتون بامب انهبيتر. واذا كان ات مودريت جي اي تي ريسك برضه بنفس الطريقه. واذا كان ات هاي جي اي تي ريسك وبنفس الوقت ات هاي كارديوفاسكولار ريسك بيحتاج انسيد، برضه بتعامل معه بنفس الطريقه اللي هو اختار نابروكسن بلاس البي بي اي. هون مكتوب عندكم فقره، هي فقره انا بحسها نظريه اكثر من انها عمليه. إذا بتقرأوها وتشوفوها راح تشوفوا إنه بيحكوا لنا إذا كان مريض الكارديوفاسكولار ريسك أعلى من الجي آي تي ريسك بحمل القلب، إذا كان مريضي الجي آي ريسك أعلى من الكارديوفاسكولار ريسك بحمل جي آي تي. يعني هذا حكي مش براكتيكال أبداً، عشان أخفف مورتاليتي أو الأهم للسيرفايفل أكيد الكارديوفاسكولار سيستم مش الجي آي تي سيستم. فدائماً براكتس وايز أنا بحمل القلب، انا بحمل القلب، فدائما بستخدم النابروكسن. يعني اكيد مريض عنده ريسك انه يصير عنده جلطات مش راح اعطيه الكوكس 2. تمام، ما راح يكون اوبشن ابدا اعطيه سيلكتيف كوكس 2 عشان احمل جي اي تي. فدائما خيارنا ان براكتس انه بستخدم نابروكسن مع البروتون بامب انهبيتر. اوكي، في اي سؤال؟ لا دكتورة. طيب خلينا نشوف الكيس، وانتو راح تعطوني الأشياء اللي احنا دائما نسأل عليها وبنطلعها وبتفهمنا، اللي هم الـ symptoms، الـ signs، كيف عرفوا شو استخدموا diagnostic tools و risk factor. أكيد باين عندكم الكيس؟ دكتورة صار شير لستان. نعم، نشوف مريضتنا ونطلع الداتا اللي بتساعدنا لحل الكيس. عندنا 67 year old female patient come to the primary. إن صار شير للشاشة بتاعت الكمبيوتر بس ما في ايش؟ ما فتحت الكيس. هلا تمام دكتورة. اوكي دكتورة، طالع تمام. يلا عندنا 67 year old female patient come to the primary care physician. شو اجت تحكي؟ My stomach has been hurting really badly for the past month. Also, it seems to get worse at night. تمام؟ طيب هلا شو وين السايت اوف بين عندها؟ She is complain of episodic epigastric pain for the past 6 weeks. Her pain is non-radiating. It's sometimes worse with meals, but sometimes eating helps improve the pain.
she has been experiencing occasional nausea, bloating and heartburn. She denies any change in color or frequency of bowel movement. She doesn't have a history of peptic ulcer disease or GI bleeding. She mentions that she has been having frequent headache for the past month. وبلشت تاخذ ناپريكسن 1 to 2 times daily. اوكي؟ هلا اذا نطلع على الباست ميديكال هيستوري لمريضتنا، هي مريضة كورونري ارتري ديزيز with a drug eluting stent placement من 3 شهور. مريضتي hypothyroidism وhyperlipidemic وانت لاكتوز انتوليرانس، يعني كرونيك ديزيزز. بتلاحظوا 22 سنة، 10 سنين، 47 سنة، فهي يعني المفروض تكون كنترولد على الهايبرليبيديميا والهايبوثايرويديزم. ومريضتي بوست منوبوزال. فور هير فاميلي هيستوري، إذا بنلاحظ ما في عندها إشي سيجنيفيكانت لا للجي اي تي ديزيزز ولا للفاميلي هيستوري اوف بريماتور كارديوفاسكولار ديزيز. يعني الداتا اللي موجودة عندي إنه أبوها صايرة معه الام اي عمر 70، يعني هاي لا تعتبر بريماتور هيستوري، تمام؟ of cardiovascular disease. إذا ما نطلع على social life تبعتها، she is married with 3 children, non-smoker, but drinks 1 to 2 glasses of wine most days of the week. هلا المديكيشنز تبعونها، لازم نلاقي أدوية post stent replacement والأنجينا، ولازم نلاقي أدوية للثايرويد hypothyroidism، وأدوية إيش عندها كمان؟ hyperlipidemia. هلا مريضتي عم تأخذ Plavix اللي هو clavidogrel 75 ميليغرام orally daily، عم تأخذ lisinopril 5 ميليغرام orally daily، metoprolol tartrate 25 ميليغرام twice daily، عم تأخذ aspirin 325 ميليغرام orally daily، عم تاخد سينثرويد اللي هو ليبوثايروكسين 125 ام سي جي اورالي ديلي، عم تاخد اتورفاستاتين 80 ملي جرام اورالي ديلي، عم تاخد مالتي فيتامين فور جنرال هيلث، ومن شهر بلشت تاخد التومز اللي هو كالسيوم كاربونيت 500 ملي جرام اورالي از نيدد لانه عندها ستمك بين، ونابريكسين من شهر برضو عشان الهيدك، بي ار ان بس هي قالت لي انه كل يوم كانت عم تاخذ 1 to 2 تابلت، وبرضه عشان اللاكتوز انتوليرانس عم تاخذ with dairy product lactate عشان تخفف عندها من الجي اي تي سيمتوم. سو فار لحد هلا شو هم الريسك فاكتورز عند مريضتي اللي بتخليني افكر باحتماليه بيبتيك ألسر ديزيز؟ عندها العمر دكتوره فوق ال 65. Yes. نعم. عندها بتشرب وبتشرب كحول يعني طول أيام الأسبوع. ومن أدويتها اللي ماشي عليها اللي هي الأسبرين اللي الدوز العالي 325 ميلي جرام كمان. مظبوط. Yes. وحدا بدي يحكي مع نابروكسن، يعني استخدام الأسبرين مع نابروكسن حتى لو لو دوز. مظبوط. عم تأخذ نابروكسن. وإيش عم تأخذ مع نابروكسن كمان؟ بلافكس اللي هو انتبليكس. يس. تمام. ايش النون سيلكتيف؟ نابروكسن. هي مريضة قلب فلا فما عندها خيار اصلا، اذا بدها تاخذ انسيد يعني لازم تاخذ انسيد، ما عندها خيار غير النابروكسن. تمام. طيب فالريسك فاكتور زي ما حكيتوا ممتاز، العمر، مريضتي يعني تقريبا كرونيك الكحول كونسيومر، وعم تاخد أدوية اللي هي نابروكسن ومع أنتي بليتلتس اللي هم الأسبرين والبلافكس، وبلس إنها عم تاخد الأسبرين هاي دوز اللي هي 325 ميلي جرام، مفروض إن هاي الدوز أصلاً مش مزبوطة. تمام؟ وبرضو لازم نلاحظ من إمتى بلشت تاخد النابروكسن ومن إمتى بلشت تطلع عندها الأعراض، أكيد في عندي أسوشيشن. تمام؟ هلأ بالنسبة للسيمتوم عند المريضة إيش؟ ايش في عندها سيمتوم correlated مع البيبتيك ألسر ديزيز؟ yes. طيب epigastric pain، والاهم من هيك انه في association ما بينه وما بين الميلز،
وبرضو في عندها another GIT symptom اللي هي النوزيا والبلوتينج والهارت بير. تمام؟ هدول احنا بنعتبر انهم هم السيمتومز. هلا اذا بدنا نكمل على الالرجي, نو نو دريك الرجي which is good, بقدر اختار اي انتيبايوتيك, ما عندي اي مشكله. بالنسبه للريفيو اوف سيستم ان ريماركبل, بس لتشوف كومبلينت اجت تشكي منها اللي هي الستمك بين اور الابيجاستريك بين. upon physical examination our patients in moderate distress, اكيد يعني احنا لو ناخذ برد بصير في عندنا وجع بالمعدة أكيد إحنا رح نكون متضايقين, فهي هاي يعني clinical finding طبيعية إنه الفيزيشن لقاها moderate distress. And our patient is overweight. هلأ رح نشوف كيف لما نحسب البدو ماس إنده. إذا بدنا نشوف vital signs, blood pressure عندها 110/72, pulse 99, respiratory rate 16, temperature afebrile, وزنها 68 وطولها 5 feet 3 inches تقريبا يساوي 1.60 متر. اوكي انا بعرف انه مش مواضيعنا كارديو, بس نشوف مثلا البلد بريشر. هي مش مريضه هايبرتنشن وعم تاخذ ادويه بتقلل عندي من الضغط. هو ضغطها يعني ما بدي احكي كنترول, يعني ضغطها منيح كثير بيرفكت, بس مش لدرجه انها هي هايبرتنشن. مريضه البلس عندها 99 مع انها هي عم تاخذ البيتا بلوكر وكبيره بالعمر, برضه بيرفكت. ريسبيراتوري ريت كمان منيح كنترول وما عندها ارتفاع بدرجة الحرارة. اوكي هلا اذا بدنا نشوفهم سيستم باي سيستم upon physical examination, كونه هي ما عندها اي اشي غير الستمك بين اللي اجت تشكي منه فكلهم نورمال. من السكان للهيد والاي والاير والنوز للتشست الكارديوفاسكولار سيستم. بس وين لقى الدكتور المشاكل لما فحصها او الابنورماليتي؟ عندها مال ابيجاستريك تندرنس, وحكينا اكثر من مره انه تندرنس كنايه عن البين. هي عندها بوزيتيف باول ساوند, ما عندها تضخم بالاعضاء باعضاء الجي اي تي, بس عندها دم بالبراز. يس هيم ان ذا ستول. تمام يعني عندها سورس اوف بلاد. هلا بالنسبه للاكستريميتي كمان نورمال والنيورال سيستم برضه نورمال. إذا بنطلع على اللاب داتا, الالكترولايتس كلهم طبيعيين, السي او 2 برضه طبيعي, البيو ان والسيرم كرياتينين يعني هاي القراءات قراءات رائعه جدا لحدا كبير بالعمر 8.7 البيو ان والسيرم كرياتينين. اللي هي بس الهيموغلوبين تبع الدم نازل. الاحتمال انه في يكون عندها نزيف. اوكي صح. هلا كمان الفاستنج بلاد جلوكوز عندها هي 92 برضه بيرفكت. مريضتي لا دي ام ولا بري دي ام. مريضتي عندها الهيموغلوبين 10 والهيماتوكريت 30, ففي عندها الهيموغلوبين نازل, فهي انيميك اكيد. بنطلع قلنا عشان نشوف الانيميا على الام سي في عشان نشوف حجم كرات الدم. عندها هي 72 اللي هو اقل من 80, فهي عندها حجم الكرات الدم قليل صغير, فهي عندها مايكروسيتيك انيميا. واغلب مسبب للمايكروسيتيك انيميا على الاغلب مريضتي بيكون عندها ايرون ديفشنسي انيميا. طلبوا لها فحص ايرون لقوا عندها 48 ام سي جي. بدي اسالكم سؤال, هل السيرم ايرون هو الدياجنوستيك تول عشان اشوف الايرون ديفشنسي انيميا ولا لازم ينطلب فحص ثاني؟ لازم يكون في فحص ثاني اللي هو الفيريتين. لازم اطلع الفيريتين. يس الفيريتين اللي هو مخزون الحديد هو اللي ريلايبل. تمام او وكمان برضه اللي هو الساتوريشن عشان نشوف بلكي مريض ما عنده الفيريتين تمام بس مش قادر يستخدمه بشكل صح. فالسيرم ايرون نيفر ايفر used to diagnose the iron deficiency anemia. لازم نطلب, فأول إشي يعني بيّن عنا هون TRB إنه لازم more diagnostic tool is needed اللي هي قراءة الفيريتين عشان نشوف سبب الأنيميا. بس على الأغلب الناس اللي عندهم peptic ulcer disease plus إنه هي عندها heme in this tool رح يكون عندها iron deficiency anemia.
نكمل اللاب داتا، الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس كلهم طبيعيين والألبومين طبيعي. التي اس اتش كتير مهم اني انا اطلبه لانه هي مريضة هايبوثايرويديزم، برضو رح نلاقيه طبيعي. تعالوا نشوفوا اللابت بروفايل اللي عمره ما مرق معنا كيس هالقد اللابت بروفايل فيه بيرفكت. نشوف التوتال كوليسترول 142، الLDL 64 والHDL 53 والترايجليسرايد 127. فاللابت بروفايل عندها هي كنترولد، معناها هي مريضة انجينا وعاملة ستنت ريبليسمنت ومريضة هايبرليبيديميا، معناته التريتمنت تبعتها افكتيف. تمام؟ تاخذ 80 ملي جرام تروفاستاتين اكيد يجوا معها صح. مزبوط. طيب لحد هلا احنا ما شخصنا او ما اجانا تشخيص بيبتيك ألسر، كيف عملوا لها تشخيص للبيبتيك ألسر؟ عن طريق الايزوفيجيال جاسترودودينال اندوسكوب، طلبوا لها فحص الاندوسكوب، استخدموا لها اندوسكوبيك تيست. شو لقوا؟ لقوا عنده سوبرفيشال ألسر 5.5 ملليمتر، وين مكانه؟ بالسوبيريور دودينم، يعني عندها دودينال ألسر، ولقوا في عندها مايكرو اورجانيزم تشبه الهيليكوباكتر بايلوري. والفاينل اسسمنت عند المريضه سسبكشن فور بيبتيك ألسر ديزيز. شو رايكم باستخدام الاندوسكوبيك تيست؟ موافقين عليه ولا لازم استخدموا لها اليو بي تي يور بريث تيست؟ صحيح دكتوره، لانه عندها نوزيا بعتبره الارمنج سيمتوم. نوزيا وايش كمان عندها؟ عندها ستول بالهيب. يس مزبوط، هي عندها هيب ان ذا ستول ونوزييتد البيشنت. ما عندي داتا ان هي نزلت نزل وزنها فجاه او شيء، ما راح احط في بالي هذا الموضوع. فمريضتي يس كانديديت للاندوسكوبيك تيستينج. تمام. طيب ممكن اجيب لكم بالامتحان انه مريضتي ما عندها هيم ان ذا ستول وما عندها لا نوزيا ولا فوميتنج ولا رابيد ويت لوس، بس مريضتي صار لها شهر عم بتعاني من ستامك بين، ونعمل لها وكانت عم تاخذ اتشو ريسبتور انتاجونست تقريبا يوم بعد يوم. شو رح يكون الدياجنوستيك تول تبعكم؟ يعني الدكتور حكى لكم اعطيني الريكومنديشن تبعك. شو السؤال دكتوره؟ لو قلت لكم، لو جبت لكم كيس قلت لكم مريضتي ما عندها هيم ان ذا ستول وما عندها لا نوزيا ولا فوميتنج ولا ربد ويت لوس، يعني نفس الكيس بس بدل ما يطلع عندها يعني هيم ان ذا ستول طلع نيجاتيف، بس بالهوم ميديكيشن قلت لكم انه كانت عم تستخدم الاتش تو ريسبتور انتاجونست، شو راح يكون الدياجنوستيك تول تبعكم؟ راح اعملها اندوسكوبك برضو نفس الشيء، لانه هي بتستخدم الاتش 2 بلوكرز من فتره يعني ومستمر عليه ومش مجاوب معها، يعني رغم ذلك انه يعني الحال انها يعني بدنا نقول كرونيك او اكيوت بدنا نقول عنها حتى. لا ليش نستخدم الاندوسكوب شهر ونص ما عم تستخدمه؟ ما هي بتاخذ الاتش 2 بلوكر يوم بعد يوم يعني انه اوكي ممكن بدنا نستخدم الاندوسكوبيك تيستينج لانه لانها بتاخذ الاتش 2 بلوكر، فما راح يجاوب معها الفحص اللي هو اليوريا بي تي. يس راح يعطيني نيجاتيف فولس نيجاتيف ريزلت، فالنتيجه ما راح اقدر اعتمدها 100% لهذا السبب. اوكي لانه لاحظوا اني انا قلت لكم عم تاخذ الاتش 2 ريسبتور انتاجونست يوم بعد يوم يوم، يعني ما اعطيت ال chronic use of H2 receptor antagonist، يعني ما أعطيتكم إنه في عندي ineffective treatment plus إنه هي عندها H pylori، يعني أكيد بدها تأخذ antibiotic، يعني symptoms ما راح تروح. فلا ما بفكر بموضوع ال chronicity، بفكر إنه ما راح تكون نتيجة الفحص مضبوطة 100%. طيب هذا هاي صفحة رخصت لكم فيها كل الأشياء اللي أوريدي عملنا فيها discussion. هلأ البادي ماس إندكس طلع معنا 26.6 اللي هي 68 على 1.6 تربيع، الادر بادي ويت راح يطلع 52.4 كيلوغرام اللي هو 45.5 زائد 2.3 مضروبه في 3 لانه each inch above 5 feet اللي هو كان 3. البرسنتج اوفر ادر بادي ويت راح يطلع 22.9، فراح استخدم الايديال بادي ويت راح يطلع الكرياتينين كليرنس 64.5. اوكي
السيمبتوم قلناهم الابيجاستريك بين والنوزي والبلوتينج والهارت بيرن. بالنسبة للساين اللي هي المايلد ابيجاستريك تندرنس، وبرضو على الاندوسكوبيك تيست لقوا انه في عندها ألسر. بالنسبة للريسك فاكتور عمرها والهاي دوز اوف اسبرين واستخدام الكلابيدوجرين والنابروكسين والاسبرين، وبرضو هي الكحول كونسيومر. هذول كلهم ذكرناهم. طيب على مين كانت الكيس؟ أنا بدي في الفريق دكتور سمر. يلا كيف عالجتي هي سمر؟ أنا دكتورة كمان هسا هي عندها سي آر بي صوتك بقطع مش سامعتك. مين معك بالجروب؟ أي حدا تاني معك بالجروب؟ دكتورة أحكي أهم ثلاثة اللي هم البيو جي. دكتورة أول شيء دكتورة كان أول شيء عنده هو اخترنا له بزمت ثيرابي. نعم. إحنا إنه الكلاريثروميسين هو عم يأخذ أتورفاستاتين فبيعمل إنتر أكشن معه. مزبوط. تمام. فأخذنا البزمت ثيرابي وكمان وقفنا الإنسيد وعطينا باراسيتامول وطلبنا منه إنه يشوف الدكتور. تمام. أوكي. لأنه طيب. هو الهيديك لسه عنده من شهر فاحتمال يعني يكون مرض فهو مزمن عنده. أوكي تمام. طيب هلأ شو الكوز البابتك ألسر ديزيز عند هاي المريضة؟ شو الأسباب؟ السبب هو H. pylori واللي عنده لحاله والأنسيدز. فهي عندها two factors اللي هم ال H. pylori والأنسيد induced peptic ulcer disease. فأنا in my treatment approach بدي أغطي two condition. هلا أنا ما عندي فحص بحكي لي إنه خلص هاي أنسيد induced peptic ulcer disease، لا يعني هو بيعتمد على ال patient history، أخذ history صح وبيعتمد على وجود risk factors وبيعتمد على وجود على إني أشوف بعيني إنه في ulcer. هيك الدياغنوسيس للانسيد اندوس بيبتيك السر ديزيز. اما الهيليكوباكتر بايلوري لا، يعني في عندي يو بي تي، في عندي فيتور انتيجين، في عندي انه بقدر اشوف بالاندوسكوبيك الاتش بايلوري. تمام. فمريضتي راح بتكون عندها تو كوزز فور بيبتيك السر ديزيز، فان ماي تريتمنت بلان لازم اغطي التو كونديشنز سواء بالايجنتس او بالديوريشن اوف التريتمنت. طيب إذا بدنا نطلع بشكل سريع على الهوم ميديكيشن، هي عم تاخذ 2 أنتي بليتلت، المفروض إنها تاخذهم صح لمدة سنة مع بعض. بعد السنة بنوقف الكلابيدوغريل. بس عندي مشكلة بالسيفتي للكلابيدوغريل، ف معمول شير للكير بلان شايفينها ولا لا؟ دكتورة مبينة. مبينة دكتورة. يلا هلا بالنسبه للكلابيدوغريل هو نوت سيف لانه مريضتي ات ريسك فور ادفيرس دراج ايفنت، وهي اصلا صارت معها البيبتيك السر ديزيز، فهو انا اعتبرته نوت سيف بس هو انديكيتيف. تمام. يعني هو ابون الجايد لاين لازم انها تاخذهم بس ما تتجاوز مده الادمنستريشن سنه كامله. هلا بالنسبه للاسبرين هو برضه دراج اوف تشويس، بس كانت عندي مشكله بالدوز اللي هي 325 لا تعتبر prevention dose، يعني بس زدنا side effect risk ما أخذنا benefit زيادة. هلأ بالنسبة للليزونابريل والميتوبرولول، هي صحيح مش مريضة ضغط بس هي مريضة coronary artery disease، لازم تأخذهم عشان تحسن من الموربيديتي والمورتاليتي، فما فيهم أي مشاكل وما عملوا لها side effect، بالعكس كل اللاب داتا عندها ياهم perfect. بالنسبة للأتورفاستاتين هو drug of choice مظبوط، والدوز كتير ممتازة ومعطيني الإفكاسي اللي أنا بدور عليها، وبنفس الوقت هو سيف ما عمل عندها أي مشاكل. المالتي فيتامين والنابركسين واللاكتيت هذول كلهم يعني أكوان جايد لاين لازم أنها تاخدهم، وهم كلهم effective، بس عندي مشكلة بالسيفتي regarding the use of naproxen. يعني إذا حدا حابب يعرف كيف نلعب بهاي الشيء بتكون بهاي الطريقة. طيب ننتقل لـ TRBs. الـ peptic ulcer disease أكيد رح نعتبره untreated condition لأنه عندها الـ H. pylori والـ unsaid، وما رح نعتبر الـ thumbs use هو treatment لأنه بالغايد لاين أصلاً ما في عندي أي رول للأنتسيد.
تمام ما عندي اي رول للانتسد. الانتسد ممكن بالمايل جيل ممكن اعتبرها ممكن انه يعني تستخدم والديسببسيا اكثر من هيك لا ما لها اي رول بالجايد لاين. يعني اذا بدي افكر بفكر اتش ريسبتور انتاجونست وبرضه تيست ديسكارجد او بروتون بامب انهبيتر. برضه عندي انتريتد كونديشن اللي هو الانيميا تمام، وهون كتبت لكم موست بروبابلي ايرون ديفيشنسي انيميا مش متاكده 100% وما بعالج انها ايرون ديفيشنسي انيميا الا بعد ما اشوف الفيريتين ليفل. بالنسبه للافيكاسي اذا بدنا نلاحظ كل اللاب داتا وزي ما قلت لكم عملت لكم هايلايت على البروفايل اموره تمام، التي اس اتش اموره تمام، ما صار عندها ثرومبس اوفر ذا ستنت، هي مركبه ستنت صار لها 3 شهور ففي عندي ريسك كثير عالي باول فتره يصير في عندها ثرومبس فورميشن اوفر ذا ستنت، ما صار عندها فما في عندها مشكله بالافيكاسي. المشكله كانت عندي كلها بالسيفتي، السيفتي مينلي الاسبرين دوز كانت عاليه. هلا مريضتي اليوم اول مره بتصير معها البيبتيك ألسر ديزيز، فانا ما بعتبر انه ما راح اعتبرها انه عندها معلومات وداتا about risk of alcohol consumption على جي اي تي او انها لازم تميز الاكل اللي بيزيد لها الجي اي تي سيمتوم، فراح اعتبرها ان appropriate knowledge، فلازم اعمل لها counseling about alcohol avoidance ولازم اعمل مونيتورينج للدايت ذات اكسسربيت الجي اي تي سيمتومز انها تراقب نفسها وايش بصير عندها سيمتومز، وبنفس الوقت هي اوفر ويت لازم اعطيها لايف ستايل تيبس تو ريديوس الويت لاكثر من سبب. اول شيء الاوبيزيتي او الاوفر ويت يعني ان هيلثي لايف ستايل، فانه هذا احنا اصلا بنشتغل عليه بكل الاشخاص سواء كان عنده امراض مزمنه او ما كان عنده امراض. ثاني نقطه إذا أنا بدي أفكر بشكل موجه أكثر للبيبتيك ألسر ديزيز، إنه أنا بخاف مريضتي تفوت بمرحلة الأوبيزيتي، والأوبيزيتي ممكن تزود الريسك عندي لفرصة حدوث الجرد تمام؟ يعني الأوبيزيتي تعتبر من الريسك فاكتور للجرد، فإذا مريضتي أصلاً عندها ريسك فاكتور للبيبتيك ألسر ديزيز أصلاً بلس إنه صار معها جرد معناته السيفيريتي أوف سيمتومز رح تكون عالية، فأنا المفروض إني اعمل prevention measure عن طريق reduction of weight ممكن لهذا السبب اذا بدي اعمل justification بشكل تفصيلي ليش لازم تنزل وزنها بالاضافة انها مريضة coronary artery disease. هلأ زي ما قلت لكم بدنا additional diagnostic tools regarding the ferritin وبنفس الوقت لازم اطلب B9 B12 لانها هي كبير بالعمر فمحتمل جدا يكون عندها نقص فيهم. وزي ما قالوا زميلاتكم بدنا نعمل further evaluation للهيدك لأنه مريضتي صار لها شهر عم تاخد الدواء يومي تقريبا مشان الهيدك المفروض انه يعني ما تتجاوز الفترة يعني ما توصل لشهر اللي عم تاخد الـ OTC NSAID فلازم ينعمل لها evaluation. هي فاتت بمرحلة بنسميها chronic headache فالمفروض ينعمل لها evaluation بلس بدي اعمل مونيتورينج للبيبتيك ألسر ديزيز ولازم اتاكد 100% انه صار عندي هيلينج للميكوزا بعد 4 أسابيع من انتهاء الانتيبايوتيك. المفروض انه نكتب ريكومنديشن او نحكي لها بعد 4 أسابيع تعالي عشان تعملي اندوسكوبيك تيست ونشوف انه الألسر جي اي ميكوزا ذات از هيلد تمام. هاي نقطه كثير مهمه، احنا موضوع المونيتورينج عندنا مش كثير قوي يعني الناس ما بيرجعوا عشان يشوفوا الجي اي تي ميكوزا صارت امورها تمام. فعشان هيك ممكن الناس بيكونوا مفكرين حالهم انهم طابوا هم بيكونوا actually not. موضوع المونيتورينج is very important. طيب هلا بالنسبه للتريتمنت زميلاتكم او الجروب اللي عليه البرزنتيشن اختار البيست ريجيمن. انتبهوا اني حكيت البيست ريجيمن اوف تشويس، ليش؟ لانه باقي الريجيمنز فيهم ايش؟ فيهم كلاريثرومايسين والكلاريثرومايسين بيعمل عندي انتراكشن مع الستاتين وهي عم تاخذ الاتورفا ستاتين، فما بدي اخرب جهد سنين بوصولي لمرحله الكنترول اوفر الليبت بروفايل عشان اعالج بيبتيك ألسر ديزيز as long as انه عندي another treatment option. يعني عندي another regimen، هاي الرجمن برضو بتعطيني eradication rate منيح اللي هو الquadrable therapy اللي ما فيها الكلاريثرومايسين تمام؟ عرفتوا ليش نقينا الquadrable؟
عشان في عندي interaction أو significant interaction ما بين الكلاريثروميسين والأتوربستاتين. هلأ طيب اللي خطر في باله إحنا عم نحكي بالكيس إنه بدي أعالجها تريبل ثيرابي، هل بقدر أعتبره غلط؟ ما بقدر أعتبره غلط بشرط إنه ننتبه لموضوع الانتراكشن ما بين الكلاريثروميسين والأتوربستاتين وجازف وعطاها التريبل ثيرابي وعمل لها education وكونسلينج about الميوباثي والميالجيا سيمتوم، عشان إذا صار عندها وجع إنها تعرف إنها لازم تروح على الدكتور. وبهاي الحالة أكيد أنا رح أوقف الأتوربا ورح أضيع تعب سنين، خلينا نحكي أو أتليست شهور من وصولي للليفل اوف كنترول، أو إنه نزل لها جرعة الأتوربا لعشرين. الأتوربا 20 ملي جرام ما بيعمل عندي انتراكشن مع الكلاريثروميسين. هون أنا عم بحكي لكم عن البيست ريجيمن أو ريجيمن اوف تشويس. أوكي؟ طيب شو اخترتوا بي بي آي؟ احنا ما حكينا بالضبط شو هو دكتور، حكينا على بي بي اي بس. امبيرازول، امبيرازول انه ما يكون يعمل انهيبيشن لل 2 دي 9. امبيرازول؟ اه لا، الامبيرازول هو اللي بيعمل دكسا. دكسا قصدي، مو هاد نختار اشي ثاني غير الامبيرازول، اخترنا له دكسا. في انتراكشن قوي ما بين البي بي اي، مش دكسا، دكسا يعني فهموها دكسا ميثازول، دكس لانزوبرازول. طيب هلا في عندي significant interaction ما بين البلافكس والبي بي اي اللي هو الكلابيدوغرل، وكتير ذكرتها قدامكم، كلابيدوغرل واميبرازول، كلابيدوغرل واميبرازول. فالاميبرازول من اكثر البي بي ايز اللي بيعمل عندي interaction مع الكلابيدوغرل، فممنوع ينعطوا مع بعض لانه الكلابيدوغرل ببطل افكتيف وببطل قادر يتحول الاكتيف ميتي اللي انا بدور عليها عشان احصل على الانتي بليتليت افكت، فلازم ابتعد عن الاوميبرازول. وبرضه الازموبرازول بيعمل عندي سيجنيفيكانت انتراكشن. فشو هم البي بي ايز اللي مسموح اني انا استخدمهم مع الكلابيدوغرل؟ عندنا اللانزوبرازول والديكسلانزوبرازول والبانتوبرازول، هدول هم الثري ايجنت اللي انا بقدر اختارهم من البي بي اي. في نقطه او بوينت لازم احكي لكم اياها، انه اللانزو والديكسلانزو والبانتوبرازول مش ما في انتراكشن، يعني انتراكشن زيرو مع الكلابيدوغرل، اقل نسبه انتراكشن مع الكلابيدوغرل، اقل نسبه انتراكشن مقارنه with another بي بي اي. واز لونج از انهم هم معتمدين بالجايد لاين تو بي يوزد مع الكلابيدوغرل، بقدر اني انا استخدمهم. اوكي، فلهذا السبب انا اخترت اللانزو، بتقدروا تختاروا الديكس لانزو او بتقدروا تختاروا البانتوبرازول. طيب الأدوية اللي لازم ناخدها، مش فاهمة سؤالك يا سوسن، ناخدها مع الكلوبيدوغرين، لانزوبرازول، ديكس لانزوبرازول والبانتوبرازول. طبيعة الانتراكشن مش زيرو، less interactive PPI. يعني ليش مركزة على هالنقطة؟ فيما لو in future سمعتوا انه ممنوع نستخدمهم مع الكلابيدوغرل، بتكون طلعت دراسات انه في عندي interaction كتير قوي، ممنوع اني انا اعطيهم مع الكلابيدوغرل. اوكي؟ طيب في بالنسبة للانزوبرازول انت حطي 15 ملي جرام كل 24 ساعة، طب هو اصلا مش اللانزوبرازول الدوز تبعته توايس ديلي اذا كان 15 و 30 ملي جرام وانس ديلي عادة بالهاي، ولا هيك حسب الجايد لاينز هذا هيك؟ لا 15 هي اللو دوز وانس والهاي دوز توايس. والهاي دوز اوكي لو دوز انت اعطيته اللانزوبرازول. لا انا اخترت اللودو صراحه لانه هي عندها مالتي بيجاستريك بين وعندها سوبرفيشال السر، بس تقدروا تختاروا ال 30 مرتين، قصدك ال 15 مرتين وال 30 مره واحده.
اوكي. طيب سؤال ثاني، في هلا هي بتاخذ بالكيس انه مالتي فيتامين يوميا كل يوم تاخذ يعني ما يعني عاده انه اصول انه ما يطلع عندها نقص بالبي 12 او العناصر الاساسيه اللي هي المتعلقه بالانيميا؟ هلا هي احنا يعني ما ذكر شيء بالنسبه لانه لحاله اللي هو الهم بالستولز او انه هذا هو الاساس بسبب الانيميا او شغلات زي هيك يعني بالاسسمنت. لا بده يذكر لي، انا بدي انتبه. وانا انتبهت على الانيميا، احنا انتبهنا عليها، احنا شاطرين. قصدك الاسسمنت انه عندها انيميا؟ انه عندها انيميا اسسمنت، بس انه سببها ليش انه طلب احنا طلبنا يعني فحوصات للاكثر للدم، بما انه اصلا هي عندها مبين انه في هم بالستولز، يعني ليش ما يكون هو هذا الاساس؟ هي بتاخذ اصلا مالتي فيتامين، لها فتره عم تاخذ مالتي فيتامين. بس هل المالتي فيتامين بتعطيني الديلي ريكويرمنت؟ هلا المالتي فيتامين الديلي يوز بتعطي بتعطي هلا فيها يعني daily requirement for the body من minerals and vitamins. هيك الملتي فيتامين بيكون. لا مش بالضرورة. مثلا إذا بتأخذ سنترام ملتي فيتامينز بيعطي daily requirement. معنا ما عنديش اسم الملتي فيتامين وما عنديش ال ingredient وال concentration لل ingredient. على أشوف على اعتبار إنها بتأخذ إنه daily requirement من هدول من الملتي فيتامين تبعها. طب بلكي عندها مشكلة بالabsorption لهدول الفيتامينز. هلا ممكن ما عشان هيك ما بقول لك الابزورش، ما في عندها مشكله بالمعده اصلا، ما عندها ألسر بالمعده. طيب يعني ليه ما بدك تدور على اسباب ثانيه؟ بلكي يعني بلكي عن جد اوكي عم تاخذ بس عندها مشكله بالابزورشن. ممكن دائما بالانيميا يعني احنا دائما بالانيميا بنفتش على كل الاسباب المحتمله. ظن عشان يعني مش انه نكون مثلا خلص طلع عندها نقص ايرون، احنا مش طالبين بي 12 او بي 9 وستيل مريضتي انيميك، يعني عشان من البدايه نعطيها الموست افكتيف تريتمنت. صح مزبوط. اوكي اوكي طيب نرجع للبيبتيك ألسر ديزيز تريتمنت. هلا الديوريشن اوف تريتمنت باي يوزنج الانتي بايوتيك 14 يوم واللانزوبريزول 8 أسابيع. ليش؟ لأنه مريضتي عندها أنسيد إنديوست بيبتيك ألسر ديزيز، فإحنا بنغطي الشيء الأشمل والأوسع. تمام؟ وطبعاً بدي أوقف التمس. أوكي؟ في كم نقطة لازم أحكي لكم إياها بهاي الرجمن. أول نقطة إنه في عندي interaction أو possible interaction ما بين البيزموث سبساليسيلات والتتراسايكلين. طبيعة هذا الانتر اكشن انه اذا اخذناهم مع بعض اقل، فحل هاي المشكلة سبريشن. حل هاي المشكلة ايش؟ سبريشن. فما ناخدهم مع بعض بيكون في سبريت تايم. نقطة ثانية كمان احكي عنها بهاي الرجمن اللي هو المترونيدازول والالكوهول. هي بتشرب كحول، فهاي النقطة لازم انبه عليها انه تو DC alcohol during the treatment of with metronidazole وبعد بثلاث ايام من انتهاء التريتمنت، يعني 17 يوم without alcohol. اوكي وطبعا بدنا نعمل evaluation بعد 4 أسابيع من انتهاء التريتمنت عشان نشوف انه في عندنا eradication للبكتيريا او لا. وهون بالكومنتس كتبت لكم ليش اخترنا اللانزوبريزول وليش الديوريشن 8 أسابيع والسبريت تايم ما بين التترا والبزموث والمترونيدازول انتر اكشن والكحول، الاشياء اللي حكيناها. طيب بالنسبه للكورونري ارتري ديزيز بدنا نوقف الاسبرين الهاي دوز ونعطيها 100 ملغ. الكلاب بتقدر تضلها ماشيه عليها لسنه. الميتوبرولول والليزومبريل هي مش ماشية على الماكسيموم دوز، هي عم تاخد 50 توتال ديلي دوز من الميتوبرولول أو 5 ملغ ليزومبريل. المفروض إنها توصل للماكسيموم هي 200 ميتوبرولول أو 40 ليزومبريل أو as tolerated. أتورفستاتين 80 هي كنترول عليه وضفت لها سابلينجوال نيتروغلسرين. هلا أنا هون ما رفعت لها جرعاتها
للميتوبرورار والليزومابريل لسبب واحد، انه مريضتي عندها 4 نيو ميديكيشنز لتمشي عليهم لاسبوعين، وهي اصلا عندها فوق العشر ادويه due to her diseases. فما بدي يعني تتخربط او الادهيرنس انه هو يقل عندها، وبالتالي level of control يقل. فونس انه احنا we have got control over the البابتيك ألسر ديزيز، وقتها برفع جرعات الميتوبرولول والليزومابريل. يعني فكرة انه لازم اوصل الماكسيمم دوز او الماكسيمم توليرابل دوز هاي ستيل موجودة، بس لهذا السبب انا ما رفعت الجرعة. هلا اللي رفع لي جرعاتهم ما في اي مشكلة عادي. اوكي، بالنسبة للهايبوثايرويدزم هي كنترولد، فخليناها على نفس الجرعة. بالنسبة للهيديك عملنا لها اوريدي ميديكال ريفيرال، وقفنا النابروكسن ومشيناها لحد ما تاخذ الابوينتمنت تمشي على اسيتامينوفين. بس الجرعة اليومية لازم ما تتجاوز ال 2000 ملي جرام، كونها راح تاخذه كل يوم عشان ما يصير في عندها هيباتوتوكسيسيتي كونها كبيرة بالعمر فوق ال 60. بالنسبة لللاكتوز انتوليرانس تضلها ماشية على نفس الدواء، وبالنسبة للجنرال هيلث والويل بينج بتضلها ماشية على مالتي فيتامينز. في عندي interaction ما بين الاسبرين والبزموس سبساليسيليت، they are salicylate drug فبيزيد عندي risk of bleeding. الاسبرين ما بقدر اوقفه ولا البزموس، فانا هي للagent of choice او الرجمن of choice، فبعمل لها counseling about the bleeding risk. هلا ال percentage للbleeding مش كتير قلي كتير عالي ولا كتير بخوف، فبس نعطيها counseling about the bleeding ايش ممكن يصير معها. بكون أنا هيك خلصت الكيس.